مهرجان الصيف على سيتروس عالم التسوق، يعني نحتفل بكل العروض الكبيره اللي احنا بنقدمها النهارده، واهم الاسعار اللي احنا خفضناها تماما علشان تستعدوا لفصل الصيف بافضل منتجات مبيعا على سيتروس عالم التسوق. النهارده من اهم المنتجات اللي عليها طلب كتير جدا طبعا من ماركه لاكاسا ميو المميزه، المنتج رقم واحد في كوريا، وهو سائل التنظيف الطبيعي المعمول بمنتجات ومكونات طبيعيه اللي بتساعد على تنظيف اذابه الدهون وبتشيلها تماما اصعب البقع، وكمان طبعا الحاجات اللي بتكون كتير لازقه نقدر نحن نشيلها بمنتهى السهوله مع سيلفر نانو ستيب، وهو غسول طبعا الصحون المميز جدا. اهم حاجه فيه ان هو بيغنينا عن 10 انواع من انواع سوائل التنظيف الموجوده في الاسواق، وفي نفس الوقت كمان بيوفر لنا فلوس كتير، والعرض اللي احنا النهارده بنقدمه بيوفر لكم فلوس اكتر واكتر. ليه؟ لان انتوا اول ما هتشتروا 7 عبوات اللي احنا بنقدمها النهارده من سيلفر نانو ستيب، واللي طبعا مكون اساسي فيه قشر البرتقان وكمان جوز الهند اللي بيساعد على ان هو يشيل اصعب وبيفتت البقع الصعبه، اول ما بتشتروا 7 بتحصلوا على 3 عبوات هديه مجانيه النهارده من سيلفر نانو ستيب، وطبعا ضمن مهرجان الصيف على سيتروس عالم التسوق. لكن يلا نشوف السعر ازاي هنوفر فلوس كتيره جدا. السعر قبل كده كان 499 ريال سعودي، نزل ل 279 ريال سعودي، لكن النهارده في مهرجان الصيف تشتروا 7 عبوات تحصلوا على 3 مجانا فقط بسعر 249 ريال سعودي. شوفوا قد ايه توفير كبير جدا بتحصلوا عليه النهارده، كل دول سعرهم بس 249 ريال سعودي. يلا نشوف قد ايه سيلفر نانو طبعا من لاكاسا ميو مميز جدا وبيشيل اصعب البقع مهما كانت انتم متخيلينها من خلال الفيديو، ونرجع لكم على طول. جيت لكم النهارده بمنتج مذهل من كوريا، ومعانا البروفيشنال مستر تشوي. انياسيو. انياسيو. هيورينا بقى سيلفر نانو ستيب، هو منظف متعدد الاستخدامات، هيورينا هو ازاي مختلف عن المنظفات التانية اللي موجودة في الماركت. فالأول هنحط شوية زيت ناحية دي ناحية دي كمان، وطبعا انتوا شايفين في خط أحمر في النص، هنبخ سيلفر نانو ستيب الناحية دي ومنظف عادي من السوق الناحية التانية. زي ما انتوا شايفين حطينا شوية وهيدعكها بإيده ومفيش أي حاجة، يعني الدهون لسه موجودة على السطح، مفيش أي حاجة اختلفت، بس بقت في كل حتة. الناحية دي على طول سيلفر نانو ستيب دوب الدهون كلها وبدأت تتساقط لوحدها. واو، this is amazing. حط المية ونضيف كأنه جديد. طبعا كل المطابخ فيها شفاطات، والشفاط دايما بيبقى تضيفه صعب قوي، خصوصا انه بيبقى فوق، ولو انتوا قصيرين زي بيبقى اصعب. هنبخ بس بخة خفيفة من سيلفر نانو ستيب، وهنستنى شوية حتى قبل ما نلمسه. انتوا شايفين ان الدهون بدأت تتساقط لوحدها، هنجيب الفوطة وهنمسحه على طول، وبقى الشفاط كأنه جديد وبيلمع زي الأول. It's like new. دلوقتي طبعا هنطلع اهم حاجه الفلتر. الفلتر ده بيبقى يمكن اصعب حاجه ننظفها في المطبخ، عشان طبعا بيبقى صعب ان احنا نخش جوه كل الانتريكيتد بارتس اللي جواها. هنحطه في الميه بعد البخ، وعلى طول هيطلع نضيف 100% وخالي من الدهون كأنه جديد. فيضان الاكل على البوتاجاز، الشوربه، القهوه، كل حاجه هنبخ بس منها على طول، ومن غير ما نستعمل السلكة اللي بتسيب سكراتش وخدوش على البوتاجاز، حتى لو بإيدينا على طول الدهون كلها هتتشال والبوتاجاز بيلمع. شايفين بيلمع ازاي؟ شايفين؟ واو. دلوقتي كمان هنطلع فوق وهنشوف الحيطة، لأن بس مش بس الشفاط والبوتاجاز، عندنا برضو الحيطة بيلزق فيها الدهون والزيوت واحنا بنطبخ وبنقلي، كأن الحيطة جديدة نظيفة 100%. المنتج سيلفر نانو ستيب ده
إيكو فريندلي يعني صديق للبيئة، والمكون الأساسي اللي فيه هو زيت البرتقال وكمان فيه زيت الصبار وزيت جوز الهند. هو مش بيستعمل بس في المطبخ، بنستعمله كمان في الحمام. أهم حاجة إيه؟ الزجاج اللي في الحمام أو الإزاز، لما بنيجي نستحمى طبعا الدهون والصابون وكل حاجة بتفضل لازقة في الإزاز، هنرش شوية من سيلفر نانو ستيب وعلى طول بالمية من غير حتى ما نمسحها بالفوطة. هتشوفوا ان ريحته تماما، انت شايفيني كأن الإزاز جديد. لو انتوا شايفين من بره شكله نظيف، بس اكشولي من جوه منظر كئيب شوية. مش عايزين حتى نلمسه او يعني مش عارفين ننظفه ازاي. هنرش بس شوية من سيلفر نانو ستيب من غير حتى ما ندعك ونفرك، من غير فرشة، من غير فوطة، من غير اي حاجة، على طول الدهون والاوساخ وكل حاجة تنزل. وطبعا على فكرة هو مش منظف بس، هو معقم، بيزيل 99 من البكتيريا، 99% من البكتيريا. بالمية بس على طول نظف كل حاجة. جهزنا لكم تحدي. هنحط الأول على الإزاز ده، هنحط لاكر أو سبراي بينت على الإزاز، وهنخلي التحدي أصعب شوية. عارفين ليه؟ علشان إحنا هنحط نار، هنولع نار شعلة علشان البينت أو الصبغة تفضل لزقة. وهنستعمل سيلفر نانو ستيب، شوية رشات من غير حتى المنشفة، حتى بإيديكوا على فكرة هو آمن 100%، ما بيصيبش أي حساسية أو تهيج في الجلد، صحي جدا حتى لو بإيديكوا من غير حتى السفنجة. زي ما انتوا شايفين على طول الدهون والصبغة وكل حاجة دابت من قبل حتى ما نمسحها بالمنشفة. واو، كأن الإزاز جديد. كان معاكم النهارده منتج سيلفر نانو ستيب اللي هيحل كل مشاكلكم في التنظيف. مهرجان الصيف احتفالاتنا الكبرى بالعروض المميزه اللي احنا بنقدمها النهارده، وكمان يعني نصيب الاسد لسيلفر نانو من لاكاساميو اللي احنا بنقدمه النهارده، لانه العرض خيالي واستحاله تلاقوه في اي مكان. اهم حاجه في مجموعه سيلفر نانو هو غسيل الصحون المميز اللي بيفتت اصعب البقع والدهون، ان هو بيغنينا عن 10 من مسوئ التنظيف الموجوده في الاسواق. لكن العرض الخيالي اللي احنا بنقدمه النهارده، أول ما بتشتروا 7 عبوات مع بعض بتحصلوا على 3 عبوات هدية مجانية، والسعر أحلى وأحلى في مهرجان الصيف، لأنه السعر قبل كده لو احنا بنشوفه على الشاشة السعر كان 499 ريال سعودي، نزل 279 ريال سعودي. بعد كده السعر النهارده بس في مهرجان الصيف هو 249 ريال سعودي. استغلوا الفرصه دلوقتي حالا، العرض متوفر بس لفتره محدوده جدا وبكميات محدوده، لو خلصت الكميه يبقى انتم مش هتحصلوا على العرض. فاستغلوا الفرصه دلوقتي حالا وتابعوا اهم منتجاتنا في مهرجان الصيف.